بلينكن: أنا أب، وما يمر به وائل الدحدوح مأساة لا يمكن تخيلها. إذن ماذا أنت فاعل يا سيد بلينكن؟ السيد بلينكن شايف إن اللي حصل لوائل الدحدوح مرة واثنين دي ده إجرام. طب ماذا ستفعل يا سيد بلينكن؟ يعني كويس حضرتك شفت، إحنا مبسوطين جدا إن حضرتك شفت، هتعمل حاجة؟ وأنت وزير خارجية الدولة التي تدعم إسرائيل وتعطيها الصواريخ والمتفجرات، الصواريخ والمتفجرات اللي قتلت أكثر من 23 ألف مواطن فلسطيني بما فيهم أبناء الدحدوح اللي أنت بتصفه أن ما يمر به مأساة لا يمكن تخيلها. هذه مأساة أكثر من 2.5 مليون إنسان في قطاع غزة، أكثر من 7 مليون فلسطيني، أكثر من 500 مليون عربي، مأساة لكل إنسان حول العالم بيشوف الإجرام ده ومش قادر يعمل حاجة. ولا أنت اتعلمت يا عم بلينكن وطق حنك وطبطب على الناس ويمشي؟ عموما تعال نشوف الناس بتصف بلينكن بإيه على السوشيال ميديا. سناء سعيد بتقول: ما الذي يعتذر عنه؟ دماء عائلة دحدوح وكل فلسطيني على يد بلينكن، شخصية حمقاء لا تستحق سوى الإشمئزاز والعار لدورها في الإبادة الجماعية للفلسطين. تعليق تاني على نفس المنصة، منصة إكس، من بلهام بتقول: دموع التماسيح من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. بلينكن يعتذر عن مقتل 110 صحفي بينهم حمزة ونجل وائل الدحدوح في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة. أتمنى أن يصل إليك الصوت، سمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.